عليكم وليداتي حباباتي صحاباتي، نبغيكم فيما كنتو داخل المغرب خارج المغرب، كبار صغار نبغيكم بحال الله ونبي رسول الله. والسكر اليوم طلعت لقي واحد المشكلة، أمكم العالمة 90 عام لها رونونيكيا، ما رضيتش. عرفتي اش طرا ليا؟ ومعانا نعاود لكم الكبيرة والصغيرة، ونعاود لكم على السحلبية الميتافيزيقية، وتابعيني وعارفيني اش كنقول وفاهميني، والفاهم يفهم. عرفتي شنو طرا ليا؟ انا مشيت للسوق وقلت للسيد، انا نعرفو يعرفني، يا سي حسان دير ليا واحد نص كيلو ديال قي الزوق. او بقى يضحك، يويلي خوليدي على قي الزوق اللي يضحك. او بقى يضحك ياه يا اميمتي، الهرنوني كي ما بقيتي تعرفي ولا تفهمي والو. وقلت ليه علاش؟ انا نفهم كل شيء، وانا راه فاهمه وكنوري الناس شحال لا هي حاجه. قال لي ما فراسك والو، خدي يا ميمتي خدي 2 كيلو ولا 3 كيلو، راه ولاو الناس كيديروا بيه حاجات اخرين. وانا كنقول ويلي، انا قلت ليه لا انا خيزو نعرفو مزيان. الكرش لا كانت جاريه، مزيان العينين، مزيان بزاف شلا حاجات، يديروه للوجه، يديروه للحم، يديروا بيه صابونات، داروا بيه شلا حاجات. اش واقع؟ اش واقع في هاد خيزو؟ انا خيزو كنعرفو حاجه وحده، كنعرفو شي حاجات اخرين. هو يضحك او حني داك الراس كيطارو وكيضحك. قلت شي حاجه كاينه، شي حاجه كاينه. شوفوا اخوتي اخواتاتي، انا كنقسم معاكم الصغيره والكبيره، كتبوا لي اش واقع في غزه، اش واقع بالحق. انا نفهمها، انا نفهمها طايره، غنسمع شي حاجه نجي نجري نقولها لكم. وفهموني، عافاكم وبحثوا لي في هذه المساله هذه ديال خيزو، هذه الميتافيزيقيه السحلابيه خيزويا. يالله علم هادشي كيخلع بالحق. نواني وخديت تانا 2 كيلو ديال القيزو، ما رضيتش وجبتو معايا، والحق نعرض على حبابي وياكلو معايا داك خيزيوات. الحق ما نعرفش علاش كيصلح. قال لي الخبر يجيبوها التاليين، قال لي كلشي عرفها، كلشي فهمها، كلشي درسها، كلشي كيهضر فيها. الطيح طيح ان شاء الله طيح. بالحق خيزو ما عرفتش مالو، خيزو ومحلاه. قال لي خدي خيزو محلاه، وانا ندير لكم العنوان خيزو محلاه. محلاك يا خيزو يا محلاك، وزوين وبنين، وهذه الوقيته ديالو زوين. بالحق حاجات اخرين ما نعرفش اش يديروا بيهم، الله اعلم. بالحق غنفهمها ونعرفها ونجي نقولها لكم. هذه شي ميتافيزيقيه سحلابيه جديده، هذا مرض خر ما عرفتوش. بالحق عندي غير الملفات القدام جدار، الله اعلم. والحق يمكن لقى شي ملف من هاد الملفات في وسط الملفات الحايلين اللي مقطعين المهترتين. اي هما هادوك؟ اي هاديك اللي قلتي. الحق غنفهمها نجي نقولها ليكم خوتي اخواتاتي، فيما كنتو داخل المغرب خارج المغرب، فيما كنتو خوتي، نحبكم ونبغيكم بحال الله والسكر، بحال الله والنبي رسول الله والسكر. حضي ولادكم، حضي وحبابكم، حضي بصحابكم، حضي الام اخي الراتو اللي عندكم، الاخر يجيبها الاخر. هذيك اللي صعيبه اللي واعره عندكم وليداتي عندكم، وانا باقا نصح فيكم. غنفهم خيزو مالو، غنجي نقولها لكم. وخليتكم على خير، والسلام عليكم.